تؤكد المخرجة السورية وعد الخطيب التي نال فيلمها إلى سما جائزة العين الذهبية في مهرجان كان الأخير أن عملها هذا ليس مجرد رسالات حب من أم لابنتها، بل إنه يعكس وجع البلد وضرورة مواصلة الحديث عما يجري فيه بالكلمات الصحيحة. للأسف العالم أطرش وأعمى عن الشيء اللي عم بيصير، بس نحن كسوريين هدفنا أنه نحن نضل عم نحكي القصة وعم نشيرها، ولو للأسف ما في تغيير حالي الآن، بس الهدف الكبير أنه نحن نضل الثورة بأهدافها الأولى. بحلب مدينتي. ويروي إلى سما حياة وعد الخطيب خلال 5 أعوام من النزاع في حلب في شمال سوريا، من وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب سما، وكل ذلك بينما الصراع العنيف يشتد من حولها. ما حدا منا كان عنده أي فكرة. وبدأت وعد التصوير تزامناً مع اندلاع المعارك في مدينتها بين الفصائل المعارضة التي سيطرت على الأحياء الشرقية من المدينة والقوات الحكومية في الأحياء الغربية. حمزة، أنا حامل. سما، حلم الكبير، حلم أني أرجع يوماً ما مع سما وتيمة وأرجيهم المكان يلي سما ولدت فيه والمشفى يلي عاشت فيه السنة الأولى من عمرها. وأكيد هذا الشيء ما رح يصير بدون ما يكون النظام ساقط. هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي. ويشكل الفيلم الوثائقي بحسب وعد رسالة حب من أم شابة إلى ابنتها المولودة في خضم أهوال الحرب في حلب. سما، رح تسامحيني؟